السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ النهاردة ان شاء الله هنبدأ كورس جديد وهو Digital Image Processing. اول ليكتشر معانا النهاردة هي عبارة عن introduction بسيط، وهنخش في اول جزئية معانا من المنهج وهي الـ Image Acquisition، او ازاي اصلا بنكابتشر الصورة ونحتفظ بها على الـ Devices بتاعتنا. فدي كده الـ Contents بتاعتنا النهاردة. هنعرف يعني ايه اصلا Digital Image، هنعرف ازاي نكابتشر او نربريزنت Digital Image، يعني ايه Sampling و Quantization، يعني ايه Image Processing، ايه الاشهر الاوبريشنز اللي موجوده عندنا في الايمج بروسيسنج والابلكيشنز بتاعته. فالاول خالص بنسال سؤال، يعني ايه اصلا ديجيتال ايمج؟ ديجيتال ايمج هي ريبرزنتيشن، اللي هي تمثيل او تصوير لمشهد حقيقي. انا شفت مشهد حقيقي بعيني فعايز اصوره او احتفظ بيه كديجيتال ايمج. طيب عشان نعرف يعني ايه ديجيتال ايمج، محتاجين نعرف اصلا احنا عيننا بتشتغل ازاي، ازاي انا فعليا كانسان بشوف الصوره عشان بعد كده اقدر احول دوت لصوره على الديفايس بتاعي. فدي طريقه عمل العين باختصار شديد من غير المصطلحات دي كلها. انا بيكون عندي هنا مصدر الاضاءه لما بيخش على العدسه بتاعه العين، كل اللايت سورس ده بيحصل له ايه؟ تجميع في الاخر على الريتنا. هي دي كده الخط الاحمر دوت بيتجمع عليه كل الضوء اللي جاي من بره، تمام؟ طيب ايه اللي بيحصل بقى بالظبط؟ انا هنا اول حاجه خالص بيكون عندي المشهد الحقيقي، تمام؟ بيقوم داخل على عدسه العين زي ما احنا قلنا. تعالوا نجيب لون تاني. بيكون داخل على عدسه العين زي ما احنا قلنا. عيننا مش بتشوف المشهد زي ما هو، عيننا بتقسمه لثلاث شانلز مختلفه اللي هم الريد والجرين والبلو. هي ما بتشوفش غير التلات الوان دول بس، الريد والجرين والبلو. فبتشوف المشهد ده كله مره بالاحمر ومره بالاخضر ومره بالازرق، تمام؟ وبعد كده كل طبقه من دول او كل لاير من دول، كل صوره منفصله من دول بتتحول عندي لثلاثه شانلز تانيين: ال لومينانس، اتش هيو، اس ساتوريشن. يعني ايه؟ يعني ال اللي هو لومينانس الاضاءه، الحاجات دي منوره قد ايه وغامق قد ايه وهكذا. الهيو درجات الالوان اللي فيها، الازرق ازرق بقد ايه، الاحمر احمر بقد ايه، هل هو احمر فاقع ولا احمر مطفي شويه نبيتي مثلا ولا كده. ساتوريشن هي درجه تشبع اللون نفسه، هل اللون رايح كده خالص باهت ولا اللون زاهي ومنور. فكل لير من الثلاثه اللي عندي دول بتتقسم هي جواها لثلاثه. فاحنا عشان نميمك الموضوع دوت في الكاميرا بقى بتاعتنا، عملنا الكاميرا بنفس الطريقه بالظبط، اللي هي زي ما احنا عندنا عدسه العين هنا حطينا عدسه الكاميرا هنا، وبرده نفس الكلام زي ما الضوء بيخش من هنا ويتجمع في الاخر، بقينا الضوء بيخش هنا ويتجمع في الاخر برده على السنسور اللي انا عندي في الكاميرا. وزي ما لو رجعنا لورا كده نفس المشهد ده، يكون عندي في الاول الصوره تخش على العين، تخش على المستقبلات تقسمها احمر واخضر وازرق، وبعدين يعني يحصلها شويه بروسيسنج، المخ بقى يجمعهم ويعملوا لغايه ما يظبط ايه يطلع لي في الاخر الصوره عندي كامله، تمام؟ في معلومه صغيره مهمه ممكن حد ياخد باله منها من الصوره اللي هي الباير فلتر دوت، ان انا عندي هنا الاخضر ضعف عدد الازرق، يعني انا عدد الجرين بيساوي ضعف عدد البلو وهو ضعف عدد الريد، تمام؟ احنا عيننا شغاله كده والكاميرا كمان شغاله كده، عدد المستقبلات بتاعت الاخضر هتلاقوها ايه ضعف عدد الازرق وضعف عدد الاحمر، تمام؟ طيب الفلتر ده بقى شغال ازاي في الكاميرا؟ بيقوم مدخل الصوره، هي نفس الصوره الاصليه داخله على الثلاثه دول، تمام؟ بيجي هنا عند الاحمر، الاحمر بيعدي البيكسلز اللي في المكان ده بس، والاخضر بيعدي البيكسلز اللي في الاماكن دي بس، والازرق بيعدي البيكسلز اللي في الاماكن بس، تمام؟ ففي الاخر انا بكون عملت كفر للصوره كلها، ولكن جزء منها عدى في الاحمر وجزء منها عدى في الاخضر وجزء منها عدى في الازرق. طيب الفراغات بقى اللي هي اللي ما بين كل لاير من الالوان دي، الفراغات اللي بالابيض دي بتتملى ازاي؟ عمليه اسمها دي موزايك. انت بقى بره دي موزايك، دي عمليه عباره عن شويه انتربوليشن، ان انا بملى الفراغات دي بحيث يبقى عندي صورة كاملة بالأحمر وصورة كاملة بالأخضر وصورة كاملة بالأزرق، شبه اللي المخ بيعمله أو اللي عيننا بتعمله، تمام؟ وفي الآخر خالص طبعا بيقوم مجمع التلاتة دول فوق بعض ويدمجهم بطريقة معينة
فيظهر في الاخر الصوره الرئيسيه اللي هو اللي انا عايز اصورها او احتفظ بيها بالكاميرا. طيب فهمنا العين شغاله ازاي وفهمنا الكاميرا بتصور الصوره ازاي. طب لو انا بقى عايز اعمل جهاز معين يقدر يبقى سنسيتيف للاضاءه اللي عندي او اي ريز جايه له بشكل عام، اقدر اعمل ده ازاي؟ فالاول بيقول لي ان هو اللايت دوت مهما يعني مهما كان هو جزء من الالكترومغنيتيك سبيكتروم، اللي هو الجزء ده بس كده تمام. فانا لما باجي اعمل سنسور انا عين الانسان ما بتشوفش غير ده صحيح، لكن السنسور تقدر تشوف الاصغر منه والاكتر منه تمام. فلما باجي اعمل ديفايس بقى بيكون هو مين اللي مبني على السنسور ده، السنسور اللي عندي اهو. الحاجات بقى اللي هتخش له مش هتخرج من الثلاثه كيسز دي، يا اما الراديشن الاصلي خرج من الحاجه سواء بقى هي حاجه بتطلع ضوء حاجه بتطلع اشعاع ايا كان، هو زي ما هو كده اهوت هيقوم داخل ايه على السنسور دي الحاجه. الطريقه الثانيه ان هو بيكون ريفلكتد منعكس، هو خبط في حاجه فانعكس فانا استقبلته على السنسور ده. والكيس الثالثه هي ان هو بيكون جاي مثلا من مكان بعيد جدا، فعلى ما يوصل لي بيعدي في النص بحاجات كتير بتاثر عليه، فعلى ما بيوصل لي بيوصل ايه altered radiation. altered دي اللي هي متغير تمام، وتغير شويه بس انا مش هقدر اجيب اوصل السنسور بتاعي قبل الحاجات دي. حتى الابلكيشن دي بتكون في حاجات الفضاء غالبا، اللي هو انا على ما اصور مجره تانية بتعدي بحاجات كتير جدا في النص فبتتغير، فانا ما قداميش غير ان انا ايه اخد الالترا راديشن ده. فهو مش هيخرج عن حاجه من الثلاثه دول، يا اما الميتد راديشن الاصلي يا اما الريفلكتد يا اما الالترا راديشن. فهنا زي ما بنقول ان هو ايه بتنزل على السنسور، السنسور دوت بيشوف هو لقط ايه وبيحول دوت لانرجي او فولتج. حسيه مثلا هو لقط حاجه منوره جدا فيروح بعت لك فولتج مثلا ب 5 فولت، لا حاجه من نص نص فبعت لها ب 3 فولت، لا حاجه مظلمه خالص فما بعتش سيجنال خالص، وهكذا. هو بعد كده بقى بنماب احنا كل الفاليوز دي للالوان للسيجنالز للحاجات اللي احنا عايزين نطبقها. طيب تعالوا على جنب هنا كده نسال سؤال، لو انا عندي سيجنال عاديه خالص زي مثلا بقيس ضغط القلب او درجه حراره او كده، فانا اقدر اعبر عن دوت ازاي في جدول تمام. اقدر اقول ان انا لما قست مثلا درجه حراره فلان الفلاني قستها الساعه واحده وربع طلعت لي 37، قستها الساعه 2:30 طلعت 37:30، قستها الساعه 3 طلعت 37.3 تمام. عايزين نوصل لايه؟ ان انا عندي هنا 1 input اللي هو التوقيت اللي انا قست فيه، وعندي 1 output اللي هي درجة الحرارة اللي انا قستها في الاخر تمام. دي البيزك 1 دي سيجنال. فهو بقى بيقول ان الصورة لو انا عايز ابرزنتها في حاجة زي كده هحتاج ان انا لما اجي اعبر عنها هلاقي ان انا مقدرش اقول في كل من واحد بس على الشمال الاكساي اللي عندي مثلا فطلعت لي الدرجه ايه، لا انا بحتاج ان انا اعبر عنها بتو انبوتس اللي هما الاكس والواي كوردينيتس، وهنا في الاخر مثلا نقول ايه الكالر تمام. فاقدر اقول ان انا عند البيكسل لو هي مثلا ايه، فنفترض ان دي مش السنسور دي، نفترض ان دي الصوره نفسها، فاقدر اقول ان انا عند البيكسل مثلا دي واحده اهو عند البيكسل اللي بالحمرة دي اللي هي بيكسل 1 و 1 اللون عندي مثلا كان 2FF مثلا، وفي البيكسل دي اللي هي مثلا 1.6 اللون عندي كان 3F2 اي حاجة تمام. فهنا انا عندي 2 input زي ما وضحنا و 1 output، فانا على حسب عدد الحاجات عدد الانبوتس اللي بتعرف لي القيمة بتاعتي بسميها 1D signal او 2D signal. فلاقي ان هو بيقول لي في السلايد اللي بعدها ان الايمج از ا سيجنال لو بصينا لها من ناحيه السيجنالز هي هنلاقيها كونتينوس في الاكس كوردينيت والواي كوردينيت، يقصد بده ان هي 2D signal. طيب ايه موضوع كونتينوس ده؟ معنى كونتينوس ان انا لما بشوف معنى حقيقي عندي انا بشايف كيرفات وحاجات مش الطبيعي زي ما هو، لكن لما باجي اخزن ده بقى في صوره انا محكوم بعدد بيكسلز، محكوم بمساحة الصورة، محكوم بحاجات كتير جدا. فلازم بنعمل عمليتين اسمهم sampling والquantization تمام. ممكن نفرق بينهم بجملة بسيطة جدا،
السامبلينج دوت على الانبوتس بتعرفها اللي احنا قلناها في السلايد اللي فات اللي هو الانبوت ده اللي هو الاكس والواي والحاجات اللي بتعرف لي البوينت نفسها، والكوانتايزيشن على الاوتبوت اللي هي القيمه اللي انا هخزنها. تمام، تعالى نكتب كده ايه ستور، دي القيمه اللي انا هخزنها في الاخر بحتاج اعمل لها كوانتايزيشن. تمام، بس قبل ما نشرح على ال2 دي تعالوا نفيجواليز الموضوع الاول في ال1 دي وبعدين ايه نسكيلت بقى على ال2 دي. فدي مثلا سيجنال عاديه خالص عندي في ال1 دي. تمام، اهو سي ان انا ده كده الاكسس ده ده التايم، وده هنا كده ايه الهايت او اللي هو القيمه اللي انا قستها. تمام، فهلاقي ان انا السامبل الاصليه عندي هي اللي ماشيه كده الخط المنقط ده. تمام، لو انا خدت سامبل هنا تمام وسامبل فوق خالص هنا وسامبل في النص وسامبل تحت وسامبل، لو جيت اوصل في الاخر ايه اللي هيحصل لي؟ هل انا عندي خط مستقيم هنا كده وخط مستقيم هنا كده ونكمل لحد تحت هنا وخط مستقيم كمان هنا، صح؟ فانا خدت سامبلز قليله جدا، ففي الاخر بعدت جامد عن شكل الايه سيجنال الاصلي. طيب لو كنت خدت سامبلز ازيد شويه زي مثلا رحت مزود واحده هنا وواحده هنا وواحده هنا وواحده هنا، هلاقي ان انا برضو حتى لو وصلتها بخط مستقيم انا ايه انا قللت الايرور، قربت اكتر من شكل السيجنال بتاعتي، صح؟ فنستنتج من هنا ايه ان انا كل ما باخد سامبلز اكتر كل ما باخد سامبلز اكتر كل ما بجيب ممكن نسميها ريزولوشن او اكيوراسي احسن. تمام، فالسامبلز طبعا نمسح الكلام ده كده، هتلاقوا هنا بقى ان هو واخد السامبلز الطويله دي اللي هي الخطوط اللي بالطول، دي سامبل دي سامبل دي سامبل دي سامبل دي سامبل وهكذا. طيب ده السامبلينج اللي هو ايه قلنا على الانبوت بتاعي. تمام، طيب ايه الاوتبوت بقى اللي هو انا قست كام في المرحله دي؟ فهلاقي ان انا هنا قست النقطه الزرقاء اللي انا عملتها احمر دي، وهنا قست النقطه الزرقاء برضو اللي مستخبيه دي. طيب ايه النقطه الحمراء؟ كوانتيزيشن بيقول سي ان انا مثلا اخدت النقطه دي، فالنقطه دي لما انا قستها طلعت معايا ب 0.89653 اي حاجه رقم كبير كده، فانا مش هقدر اخزنه بالاكيورسي دي كلها. طب انت عندك قيم ايه تعرف تخزنها؟ اهو انا اقدر اخزن 1 او 0.8 او 0.6، فبشوف القيمه دي اقرب لانهي واحده فيهم واروح واخدها. فانا في الكيس دي هي اقرب ل 0.8 فقمت ايه هتلاقيه راح منزلها كده وخد النقطه دي. تمام، طب نقطه مثلا ايه زي هنا كده، هلاقي ان هو لو خدنا النقطة دي على جنب كده فطلعت لي مثلا ب 0.91836 حاجة كده، فبرضه هي أقرب بقى ل 0.1 ولا ل 0.8؟ هلاقي إن في الكيس دي هي أقرب ل 0.1 فهتلاقيه راح مطلعها لفوق وخزنها ب 1. تمام، فهنلاقي إن أنا السامبلينج بيحصل على الإنبوت تمام والكوانتيزيشن بيحصل على الأوتبوتس أو القيم اللي أنا بخزنها في الآخر. هنا برضو بيديني امثال اكتر شويه، وهنا بيقول لي بقى على ايه الصور نفسها، ان انا هنا لما اخدت سامبلينج انا لسه قريب تمام زي ما انا حلو، لكن بعد ما اخدت كوانتايزيشن اضطريت ان انا القيم تبقى كلها ايه عشان ما عنديش غير الليفل دي فكلها تبقى نفس القيمه دي، ودول بقوا زي بعض ودول بقوا زي بعض. فلو جيت وصلت هلاقي ان انا الشكل عندي بقى غريب كده، ما هوش ايه سموث زي في الاول، فايه فافهم ان انا محتاج يا اما ازود كوانتيزيشن ليفلز اكتر بدل ما انا باخد ايه الاربع خمس ليفلز دول ازود ليفلز اكتر، او ان انا اخد سامبلز اكتر فاقدر اسموث الموضوع اكتر. تمام، فهتلاقي برضو هنا موضح لي اهوت ان الكواليتي بتديبندز على النمبر اوف سامبلز والنمبر اوف انتنسيتي ليفلز. تمام، يا اما اخد سامبلز اكتر يا اما اخد كوانتيزيشن ليفلز اكتر. وتوضيحا برضو لو انا عندي صوره زي كده اهو، سي ان انا زومت على الجزئيه دي هلاقي ان انا البيكسل الفلانيه اللي هي مثلا لو قلنا الصوره دي 1000 في 1300 يبقى البيكسل دي مثلا اللي هي 400 و1000، لما انا جيت اقيسها اشوف هي فيها كام هلاقي ان انا
القيمة بتاعتها مثلا طلعت لي بزيرو زيرو تو ثري ناين فور مثلا، دي قيمة اللون اللي جواها تمام. فبس هنا عشان يوضح ان الصورة دي انت شايفها صورة كبيرة، لكن هي من جوه هي عبارة عن شوية بيكسلز، هي سيجنال 2D فيها X كوردينيت و Y كوردينيت، وبتطلع لي في الآخر اللون بتاع البيكسل دي تمام. بيفكرنا تاني ان الصورة الملونة هي انت شايفها صورة واحدة، لكن هي من جواها هي عبارة عن ثلاثة ثلاثة layers مختلفين، ال R وال G وال B تمام. وان هو هنا تلاقينا وان هو بيقولك ان هو بياخد الثلاثة مع بعض ويقوم مجمعهم فيوصل لهم في حاجة. انت لو زومت على الشاشة جوه، يعني لو زومت على الشاشة جدا، هتلاقي ان هي فعلا ازرق احمر اخضر، ازرق احمر اخضر، ازرق احمر اخضر، لكن انت عشان شايفها من بعيد فبتظهر لك انها ايه، صورة ملونة وزي الفل. طيب تعالوا برضو ان فيجواليز موضوع الكوانتيزيشن دوت عشان ممكن ما يبقاش واضح بالشكل ده. هنا عندنا ماتلاب، انا عندنا الصورة بتاعت البيبي ده، تعالوا كده نرن الموضوع. عندي على الشمال هنا دي الصورة الأصلية تمام. الصورة الأصلية دي عندي الجري ليفلز بتاعتي، عندي أكتر من جري ليفل. لو أنا جيت على الصورة دي وقلت له بص أنا مش هقدر أخزنها غير في تو ليفلز بس، يا أبيض يا أسود، ما عنديش أي درجات من الرمادي، هلاقي الصورة قلبت زي اللي على اليمين دي. باجي كده عند نص الرينج بتاعي زي مثلا من 0 ل 255، باجي في نص الرينج عند 127 واروح قايل له اي حاجه اقل من 127 دي خليها سودا، اي حاجه اعلى دي خليها بيضه، فبلاقي الصوره قلبت زي اللي على اليمين كده، التفاصيل قلت جدا. شايف ان في عين وفي يعني كائن هنا في الصوره، بس طبعا مش شايف تفاصيل زي الصوره الاوريجينال. ممكن اقول له لا انا عايز 4 ليفلز مش 2 ليفلز بس، فهلاقي الصوره بقت زي اللي في النص وزاد لي تفاصيل اكتر وهكذا. كل ما بقلل الليفلز كل ما الكواليتي بتقل والفيتشرز بتقل اللي انا شايفها في الصوره، وكل ما بعلي عدد الليفلز اللي عندي بتاعت الكوانتيزيشن كل ما بيظهر لي تفاصيل اكتر. يعني الاوريجينال ايمج هنا دي فيها 255 ليفل، لكن اللي على اليمين خالص دي فيها 2 ليفلز بس، فعشان ايه نفهم الفرق بين الاثنين تمام. نرجع للبي دي اف، نلاقي بقى ان هو بيقول لي ايه، ان الصوره عباره عن ام روز وان كولومز، زي ما قلنا ان الصوره بتبقى 2 دي ان في ام تمام، او هو عاكسهم ام في ان تمام. وكل بيكسل فيهم اللي هي بيكسل ام وان مخزنه فاليو بتاعت اف اوف اكس واي تمام. هعدي حته الجري سكيل دي ونرجع لها تاني. اشهر طريقه النهارده الصور بتتخزن بيها هي ال8 بيت ايمج. يعني ايه 8 بيت ايمج؟ يعني انا لكل بيكسل تمام انا عندي 8 اماكن اقدر اخزن فيها قيمه البيكسل دي تمام. فبلاقي ان انا في الاخر عندي رقم ما بين 0 و 255. انا لو مليت الاماكن دي كلها بصفار هيطلع لي 0، لو مليتها كلها بوحايد هيطلع لي 255. فدي الصور كلها شغاله ايه بالنظام ده. ف لو رجعنا بقى ورا للجري سكيل، هلاقي ان هو في جري سكيل لو احنا قلنا مثلا صوره زي التو بيتس دي، الابيض هيكون 255 والاسود هيكون 0 تمام. هو بيتعامل معاها كده اللي هي الصوره بتاعه البيبي دي، الابيض اللي هنا اللي على اليمين خالص دوت 255 والاسود بزيرو. فبدل ما يستخدم الرينج ده كله ويخزن في 8 بيتس عشان 0 255، بيقول لك انها بيحصل لها شيفتنج من 0 ل ال ماينس 1. ال ال دي اللي هي عدد الليفلز اللي انا بخزن فيها الكلام بتاعي، بيقول لك انها لازم تكون باور في 2. طيب عدد الليفلز عندي كان كام؟ كان في هنا كنت بخزنهم في 2 ليفلز، فهيبقى انا عندي هنا ما بين 0 ل ال ماينس 1 اللي هو ما بين 0 و 1. فلو انا شغال على 2 ليفلز بس، الليفل هتاخد يا 0 يا 1. طب الصوره اللي في النص دي واخد 4 ليفلز، 4 ليفلز، يبقى انا عندي ما بين 0 و 3، فانا الليفلز عندي هتبقى 0 1 2 3. هي نقطه توضيحيه بس اللي بيوضح لي يعني ان انا غالبا في الجري سكيل ما بحتاجش ان انا اشتغل على 8 بيتس كلهم، فبشيفت السكيل بتاعي ما بين 0 الا ماينس 1 بس. وهنا طبعا الكي اللي احنا زي ما قلنا الكي دي هي عدد البيتس اللي انا بخزنها. لو انا عندي 8 بيت هيبقى 8 بيت ايمج، لو انا بخزنها ابيض واسود هيبقى عندي بيت واحده بس، يا ب 0 فهتبقى اسود، يا ب 1 فهتبقى ابيض تمام. وبيفهمني برضو ان انا ايه الريبرزنتيشن بتاعي دوت بياخد اكتر من طريقه. يعني زي ما قلنا الصوره اللي هي ابيض واسود بس اللي هي عندي زي 2 ليفلز اللي هي على اليمين خالص دي، ممكن اخزنها 0
255، ممكن اخزنها 0.1، ممكن اخزنها 0 و0.5، ممكن اخزنها باكتر من طريقه ما فيهاش مشكله يعني. ده بيختلف بقى على حته ايه الكواليتي او الريزوليوشن بتاع الصوره، حجم الصوره. طبعا لو انا بخزنها كده فانا لكل بيكسل باخد 8 بيتس، اما هنا فانا لكل بيكسل باخد بيت واحده، فطبعا السايز بتاع الصوره بيقل، الكواليتي بتاعتها بتقل لو انا طبعا واخد عدد ليفلز اكتر وهكذا. بس برضه ناخد بالنا ان دوت السايز والكواليتي دوت بياخد سيفرال فورمز مش فورماتس، ده ملوش علاقه بالفورماتس، ده عشان الدنيا ما تخش في بعضها. ده اللي كنا بنتكلم فيه، ان هو في ناس بيخزنوا الابيض والاسود دوت 0 او 255 اللي هو في 8 بيت ايمج، وفي بيشتغل على رينج اللي هو زي ما قلنا كده ان هو 0 0.1 0.2 0.3 وهكذا. بدل ما ياخد ايه، بدل ما يخزن الرقم في 255 بيشفت الرينج بتاعه يعني اللي هو اللي اتكلمنا عنها من شويه. طيب احنا كل ده شغالين على جراي سكيل ليه؟ عشان زي ما قلنا ان جراي سكيل هي ايه، اري واحده بس صح. اما لو انا بقى اشتغلت على الار جي بي فبيقول لي ما تنساش ان انت الصور عندك كلها بقى حاليا عباره عن 3 اريز اللي هم الار والجي والبي، تمام. وهتلاقي برضو ان كل حاجه منهم يا اما شغاله من 0 ل 1 يا اما من 0 ل 255 حسب الصوره بقى نفسها متخزنه ازاي. في طريقه تانية بقى غير ان انا بخزن قيمه كل بيكسل في مكانها، يعني انا هنا بقول ان البيكسل الفلانيه دي جواها 0.5176 وهنا جواها 0.1608 وهكذا. فانا عندي ثلاثه ايه، ثلاثه لايرز او ثلاثه اريز مختلفين. في طريقه تانية ان انا بستخدم اري واحده بس. طب ازاي؟ سموها الاندكسد ايمج، ان انا بيكون عندي صوره واحده بس تمام، او اري واحده بس وعندي جنبها تيبل او ماب حلو. فانا باجي هنا في المكان بتاع الاري دوت وبخزن رقم في البيكسل دي مثلا، بقوم مخزن 5، واجي هنا بقى عندي اندكس 1 2 3 4 5 واقول له 5 دي بتوازي في الار جي بي قيمه 6 6 2 3 4 1، و3 دي مثلا كانت بتساوي 2 3 F 4 5 2 وهكذا. فانا عندي اندكس مخزن فيه كل قيم الالوان اللي انا مستخدمها في صورتي، وهنا بس انا بشاور عليها بقول البيكسل دي 5 روح شوف هي واخده كام، والبيكسل دي مثلا كانت 3 روح شوف هي كانت 3 دي بكام، ودي 3 برضه ودي 3 برضه ودي 3 برضه وهكذا. فهي طريقة تنظيمية أكتر، بدل ما أخزن 3 أريز مختلفين أو 3 لايرز ار جي بي، هي لاير واحدة بس وعندي ماب حاطط فيه كل العناوين بتاعتي أو كل الألوان بتاعتي. طيب أنا دلوقتي ممكن يبقى عندي صورة 8 بيت عادي زي ما اتفقنا زي الصور العادية كلها، هاجي ألاقي إن أنا أفتح جزء عندي في الصورة قيمته 200 وأغمق جزء عندي في الصورة قيمته 100. طب مش انا عندي الرينج من 0 ل 255، فانا عندي الكميه دي كلها اللي هي قبل ال 100 دي كلها كده مش مستعمله، والكميه اللي بعد ال 200 دي كلها مش مستعمله، ما عنديش غير الرينج ده بس هو اللي مستعمل. الرينج ده بقى اسمه ايه، دايناميك رينج. ده الدايناميك رينج اللي فعليا للمستخدم، كل ما الرينج ده بقى اضيق وبقى اقل كل ما الصوره بقى عندها لو كونتراست بقت وحشه. انا ما عنديش اسود بجد ولا عندي ابيض بجد، بيسموها ترو وايت وترو بلاك، ما عنديش اسود فعلا وما عنديش ابيض فعلا، عندي كلها درجات من الجراي وقريبين من بعض، فالصوره تحسها بهتانه او سايحه في بعضها، مش قادر اشوف تفاصيل، الصوره مش واضحه بما فيه الكفايه. يعني مثلا بصوا على الصوره دي، تلاقي الصوره اللي على اليمين تمام بتاعت الدروس دي ولا فيها ابيض ولا فيها اسود، فيها ابيض بس مدي على رمادي واسود مدي على رمادي برضه. لما باجي احسنها بلاقي ان الابيض بقى ابيض بجد والاسود بقى اسود بجد تمام. نفس الكلام هنا، انا هنا مش قادر اشوف برضه تفاصيل قوي، لما بعمل لها انهانسمنت بقى او بظبط الكونترست بتاعها بلاقي ان الابيض بقى ابيض بجد والاسود بقى اسود بجد. حتى في الالوان، في الصور الملونه نفس الكلام، هنا هتلاقوا ان هنا برضه الصوره ايه تحس ان هي فيها في حاجه مضببه عليها كده دوت، فلما بنحسن ايه بنعلي الهاي كونترست ريشيو الصوره بتتحسن وبيظهر لي ايه الوان احسن وتفاصيل احسن. بيتكلمنا برضه عن الفايل فورماتس، ان انا عندي الجي اي اف والجي بي جي والبي ان جي والبيت ماب، و كل واحد فيهم بتختلف على حسب طريقه الكومبريشن بتاعها. في حاجات في صور روم يعني مش كومبريشن خالص، بس يعني ايه جابوا سيرتها كده بسرعه لكن ما فيش اي تفاصيل عنها يعني. طيب انا بقيس بقى الايمج ريزولوشن بتاعي ازاي؟ عندي ثلاث حاجات بقدر اقيس بيها، السامبلز والجري ليفلز اللي هي الكوانتايزيشن، فدول احنا عارفينهم السامبلينج والكوانتايزيشن. ايه حته الديفايس دي بقى؟ هو ايه اللي يخلي الكاميرات النهارده بتاعت الموبايلات مثلا بتصور احسن من اي كاميرا موبايل نزلت من 10 سنين؟ هي فكره الديفايس، ان انا الديفايس بيبقى فيه شويه ليميتيشنز
الليميتيشنز دي بنسميها السبيشال ريزولوشن، هي الديفايس اللي معايا اصلا اخره يصور قد ايه، هي حاجه زي ميجا بيكسل مثلا او كده، او السنسورز بتاعته. فده الميجرمنت التالت اللي هو الديفايس نفسه بيحدني اقدر اصور بانهي كواليتي يعني. تمام. فزي ما قلنا ان السامبلز او السامبلينج، انا خدت سامبلز قد ايه، كل ما اخد سامبلز اكتر كل ما بعلي الكواليتي او ريزولوشن، وكل ما بعلي الانتنسيتي ليفلز كل ما بعلي الريزولوشن برضو. هم كلهم في الاخر اسمهم ريزولوشن. تمام. بس نبقى فاهمين كل واحد جاي منين يعني. تمام. فبيقول لي اول حاجه الايمج البيكسل ريزولوشن اللي هو الصوره كام في كام، هيطلع لي في اخر الصوره ابعادها كام في كام، خد كام سامبل، خد كام بيكسل. يعني هنا مثلا هو عبر عن الصوره دي ب 1024 في 1024، فنلاقي الصوره واضحه وتفاصيلها كويسه جدا. هنا عبر عن الصوره ب 32 بت، انا اصلا مش شايفها، لكن لو كبرتها لغايه ما اشوفها هلاقي انها ايه، ما فيهاش اي تفاصيل خالص، لان هو ما خدش غير شويه سامبلز صغيره، فخد من الحته دي كلها سامبل واحده، في حين ان مثلا في الصوره دي كده واخد فيها مثلا 1000 سامبل ولا حاجه. تمام. فانا اقدر اشوف التفاصيل بتاعتها. فدي البيكسل ريزولوشن، وده مثال تاني عليها طبعا. انا كل ما بقلل ابعاد الصوره وكل ما بلاقي الصوره مبكسله وانا مش شايف اي تفاصيل قدامي يعني. الانتنستي ريزولوشن زي ما قلنا اللي هي انا بخزن في كام عدد من البيتس وعندي كام انتنستي ليفل. لو انا عندي 2 بس فهيبقى هي 0 يا 1، لو عندي 2 بيتس فهيبقى عندي 4 احتمالات اللي هي 0 0 0 1 1 0 1 1. فزي ما قلنا في الاول خالص اللي هي مور انتنستي ليفلز فاينر ديتيلز. تمام. لما بعلي الانتنستي ليفلز كل ما بقدر اوصل لتفاصيل اكتر. مثلا هنا حاجه زي كده في الاستعمالات الطبيه، انا هنا دي الصور اللي احنا شغالين بيها اللي هي ال 8 بت بير بيكسل. تمام. فانا شايف تفاصيل وشايف ان في هنا ده في مناخيره وبقه، وجواهم بقى في المخ والجمجمه والسنان والكلام ده كله. اما لو انا اشتغلت على 2 جراي ليفلز بس، انا مش شايف اي حاجه خالص غير ان في شكل جمجمه هنا، لا شايف السنان ولا شايف اي حاجه جوه المخ ولا شايف لو في اي مشكله يعني. تمام. ف ده الفرق ما بين برضو ايه الكوانتيزيشن ليفلز. طيب هنا يطرح سؤال، هو انهي ريزولوشن هو الانف؟ هل نفضل نشتغل كل حاجه 8 بت بير بيكسل وخلاص؟ طب افرض انا عندي مساحه ضيقه، انا عندي مساحه مش عارف اخزن فيها كل دوت. فبيقول لك it depends. depends انت عايز تعمل ايه يعني. سي مثلا عندي الصورتين دول، لو انا عايز اعمل موديل بيتعرف على العربيات، هو في عربيه ولا لا؟ فساعتها صوره زي دي هي مبكسله او حالتها حاله، بس انا فاهم ان في عربيه هنا، فالصوره دي كفايه بالنسبه لي، مش محتاج ريزولوشن اعلى من كده. طب لو انا عايز الموديل بتاعي لا ده بتاع مخلفات، فهو بيصور العربيه وبعدين يعرف هو مكتوب كام. يعني هنا 7 3 7 فلاي مثلا، انا اقدر اشايفها فالكمبيوتر برضو يعرف يشوفها. فلو انا عايز موديل يعرف يقرا نمر العربيات ويقصين المخلفات وكده، فساعتها الصوره دي مش تنفع، واحتاج ان انا اخزن صوره بكواليتي او اصورها بكواليتي اكبر يعني. فهي دي الفكره، بشوف انت محتاج قد ايه، وعلى اساسه انت بتحدد انت هتخزن الصوره بانهي ريزولوشن انت محتاجه. طب عاملين نتكلم عن الصور من الصبح. طب الفيديوهات نظامها ايه؟ يقول لك الفيديوهات هي عباره عن سيكونس اوف ايمجز، شويه صور كتير ورا بعض يعني، بس كلهم صور كتير ورا بعض. ده معناه ان عندي صور كتير جدا، فطبيعي لازم 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 بيحصل نوع من الكومبريشن، والكومبريشن دوت هو اللي بيأفكت الكواليتي. تمام. بس كده خلصنا كلام عن الفيديوهات. طيب كل ده كان بشكل عام كان الايمج بروسيسنج. الديجيتال ايمج بروسيسنج بقى هو عباره عن ايه؟ قال لك هو ان انا بعمل بروسيسنج للايمج عن طريق الكمبيوتر. بس هو واضحه جدا من اسمها. طب انا بعمل كده ليه؟ حاجه من حاجتين، يا اما انا عايز يا اما انا عايز امبروف شويه حاجات بيكتوريال، يعني انا عايز مثلا افتح اغمق اظبط الكونتراست، حاجات ايه ايمج يعني. انا داخل لي صوره وخارج لي صوره برضو. تمام. يا اما بقى ايه، انا عايز اعرف شويه حاجات في الداتا بتاعتي في الصوره، يعني انا داخل لي صوره وعايز اخرج منها ايه مثلا فيتشرز، هنا في واحد، هنا في عربيه، هنا في كلب كده. تمام. فيا اما حاجات لو ليفل ان انا بس ايه بعلي البرايتنس، بقلل البرايتنس، بعلي الكونتراست، بعمل شاربنج كده. يا اما عايز بقى حاجات كمبيوتر فيجن او هاي ليفل، وده مش السكوب بتاع الكورس بتاعنا، ده كده السكوب بتاعنا. فالسكوب بتاعنا في اللو ليفل والميد ليفل، لكن مش فيش هاي ليفل، احنا هنقف هنا كده بالظبط. زي ما قلنا هنا ايمج وهنا ايمج اتريبيوتس. ممكن هنعمل شويه سيجمنتيشن واوبجكت ريكوجنيشن وكده، ان انا
هنا في مثلا بني ادم، هنا في كوره، هنا في كده. لكن بقى ان احنا بقى نفهم دوت ونعمل ماشين ليرنينج وكده، ده ايه ده في الماشين فيجن دوت مش تبع السكوب بتاع البروجكت بتاع الكورس ده، عفوا. تمام. طيب ناخد شويه امثله بقى في الاخر كده. ممكن انا اصور صوره تطلع لي زي كده، فاقدر ان انا مش قادر اقرا الكلام اللي مكتوب هنا، فبعمل شويه شاربنينج او نويز ريموفال او كده، فاقدر ايه الكلام بقى واضح شويه. شايف هنا مكتوب كونفيج وهنا صفار وهكذا. حاجه زي الصوره دي برضو، ان انا الصور بتاعه الفضاء بقدر اعمل لها شاربنينج واعلي الكواليتي، اريستور شويه تفاصيل اللي ضاعت منها. في الميديكال فيجواليزيشن، الحاجات اللي هي الام ار اي، الرنين المغناطيسي، الحاجات اللي زي كده، دي كلها ابلكيشنز للايمج بروسيسنج. الاندستريال انسبكشن، حاجات زي الاكس راي، ان انا بقدر اشوف مثلا هنا دي ما اتملتش للاخر، هي ازاي مش شفافه، ولكن انا عن طريق الايمج بروسيسنج اندستريال انسبكشن بقدر اعرف ان الحاجات دي فيها ديفوهات. في مثلا والله الدواء ده كده تمام، في حاجه بتقول ان الحبايه الدواء دي ما اتملتش من جوه، دي حاجه مثلا فيها خرم من هنا وهكذا، فاقدر ابقى عارف ايه عيوب ومشاكل المصنع مثلا او الحاجه الاندستريال بتاعتي. هنا مثلا في السبيشال افكتس بقدر اقوم اديله الصوره دي والصوره دي، واقول له وادمج ما بينهم هنا ايه، يقوموا يبقوا صوره واحده، اقدر اكبر حاجه اصغر حاجه كده. بيستعملوها في الايمج فورنسكس. انا عندي هنا الصوره الاصليه، خدت انا الجزء ده كده وعملت له دوبليكيت وحركته جنبه وعملت منه نسخه تانية. بشويه اناليسز بقدر اعمل شويه حاجات على الصوره، فباخد بالي ان انا الجزء ده مختلف عن الجزء ده، فمعناه ان هما ما تصوروش مع بعض، معناه ان الصوره دي تم التلاعب بيها. نفس الكلام في حاجه زي كده، انا عندي هنا مثلا ايه بشويه بني ادمين مضايقني، فانا قمت ايه قص حته من الصوره واخدها ومغطيهم بيها الحته شبهها، لكن لما بخش طبعا على ايه على الكمبيوتر بيديتكت ان الحته اللي هنا دي شبه الحته اللي كانت هنا، فالصوره دي في حد لعب بيها وخبى يعني جزء من المعلومات اللي فيها. ممكن اعملها في اللو انفورسمنت، زي ما قلنا ان انا باخد صوره العربيه واعرف نمرها، بصمه الايد، كل ده تطبيقات للايمج بروسيسنج. بعملها في الهيومن كمبيوتر انترفيس او اتش تي سي اي، حاجات زي الفيس ريكوجنيشن، هو بيديتكت ان في كم حد دخل مثلا النهارده في الشركه، كم حد خرج، هنا بيعمل حركات ايه بايده وهكذا. طبعا في الكمبيوتر جرافيكس ان احنا نقدر نعمل سينز رياليستيك اكتر وهكذا. احنا كده خلصنا اول 2 بوينتس، عرفنا ايمج انفورميشن بتتعمل ازاي، بتتصور ازاي، بنحتفظ بيها ازاي، بنخزنها ازاي، عرفنا يعني ايه سامبلنج كوانتيزيشن. بقيه الحاجات دي ان شاء الله هنكفرها الفتره اللي جايه. دي الفاندمنتال ستيبس بتاعت الديجيتال ايمج بروسيسنج. خدنا النهارده الايمج اكوزيشن زي ما قلنا، الايمج انهانسمنت قلنا الحاجات زي ان انا ايه بعلي البرايتنس، بقلل البرايتنس، بعمل بلعب في كونتراست كده كده، يعني الصوره اللي على الشمال دي هنا ايه الكونتراست بتاعها سيء جدا، اليمين دي بعد ما ظبطت الكونتراست. الايمج ريستوريشن، حاجات زي ان انا بشيل النويز، بعلش، بعمل شاربنينج كده، في الصوره بتحسن جدا. المورفولوجيكال بروسيسنج، حاجات زي الايدج ديتكشن، ان انا بشيل كل الفيتشرز اللي ملهاش لازمه عندي في الصوره، فيبقى عندي الحاجات اللي انا مهتم بيها بس. سيجمنتيشن، ان انا اشيل بقى الظل بتاع الحاجه او كده، فاعرف ان انا يبقى عندي حدود الاوبجكت بس كده، انا عملت سيجمنتيشن بنجاح. الاوبجكت ريكوجنيشن والريبريزنتيشن اند ديسكريبشن، يعني لما يجي وقتهم بقى ان شاء الله نتكلم عنهم. بيوضح ان لو قسمنا خط هنا كده، فهنا لحد الانهانسمنت والريستوريشن والكلر ايمج بروسيسنج والويفلت والمالتي ريزولوشن والكومبريشن، هناخدهم برضو قدام ان شاء الله لو كان في وقت. يعني كل هنا كده ايه الاوتبوت عباره عن صوره، انا داخل لي صوره غيرت فيها شويه حاجات طلع لي صوره برضو. انما اللي بقى من بعد كده بقى السيجمنتيشن او الاوبجكت ريكوجنيشن او كده، انا بيطلع لي اتريبيوتس، هنا في المكان الفلاني في بني ادم، هنا في الكلام الفلاني في واحده ست، هنا في عربيه وهكذا. بس كده احنا خلصنا. ان شاء الله المحاضره الجايه نتكلم عن السبيشال دومين، واتمنى تكونوا استفدتوا. شكرا جزيلا.